تشهد العلاقات الاقتصاديه بين مصر وعمان زخما كبيرا خاصه في ظل ايمان القياده السياسيه في البلدين باهميه تنميه وتوسيع حجم العلاقات المشتركه بينهما كما يرتبط البلدان بعلاقات وثيقه واستراتيجيه تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بينهما زخم كبير تشهده العلاقات الاقتصاديه المصريه العمانيه خاصه في ظل ايمان القياده السياسيه في البلدين باهميه تنميه وتوسيع حجم العلاقات المشتركه بين البلدين خلال المرحله المقبله علاقات وثيقه واستراتيجيه تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء

وخلال اللقاءات المتبادله بين مسؤولي الحكومتين اكدت الحكومه المصريه دائما انها تعطي الاولويه لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الاساس لتحفيز النمو المستدام والشامل واشارت الحكومه المصريه الى ان الفتره المقبله سيتم التركيز فيها بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويله الاجل في القطاعات الرئيسيه مثل الطاقه المتجدده وتحليه المياه وقطاعات الصحه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعه والزراعه هذا وتوفر الحكومة العديد من الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، ما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان.